احنا اليوم تنقلنا على الموقع بطلب من الجانب الصيني، واحنا نعرفوا معناتها الزياره هذه نتاع الجانب الصيني كانت على اثر الزياره اللي قام بها سياده رئيس الجمهوريه الاستاذ قيس سعيد الى جمهوريه الصين، وكان تفاعل معناتها سريع عمرها ما صارت. هما معناتها قالوا لنا معناتها الجانب الصيني اللي عمرهم ما صارت معناتها تفاعل بالسرعه هذه، والرئيس الصيني اعطى تعليماته باش يجي الوفد هذايا وباش يعمل معناتها زياره للموقع المشروع وباش يقوم بالدراسه للمشروع معناتها نتاع مدينه الاغالبه الطبيه في القيروان. المشروع هذايا اللي يمتد على 550 هكتار، مشروع كبير فيه معناتها باش يتم فيه معناتها تسعه مكونات، تسعه فضاءات في المجالات الكل، الاختصاصات الطبيه في كل المجالات، يعني المجال معناتها الخدمات الصحيه، في مجال البحث العلمي، مجال الجامعه معناتها كومبيس يونيفرسيتير باش يتعمل فيه، في المجال معناتها تصنيع الادويه، وبخلاف المجالات الصحيه يعني باش يكون فما مجالات نتاع انتاج طاقه معناتها الطاقات المتجدده، معالجه النفايات، مشاريع سكنيه، مشاريع معناتها مشاريع سكنيه، مشاريع فضاءات معناتها سياحيه ثقافيه في كل الميادين، مشاريع معناتها مدينه ذكيه مندمجه فيها كل الاختصاصات وكل القطاعات وكل المشاريع معناتها الكبرى متواجده في المشروع هذه، باش يكون ذي اشعاع معناتها وطني واقليمي ودولي، معناتها باش نفتحوا احنا نعرفوا للقيروان معناتها تفتح على معناتها المناطق الساحليه وقريبه من الجزائر وليبيا، يعني باش نكونوا باش نحبوا تصدير معناتها البلدان الافريقيه والبلدان الاوروبيه، باش يكون ذو اشعاع عالمي ذو بعد معناتها اجتماعي واقتصادي وعلمي. التقدير الاولي هو 1.2 مليار دولار، مليار دولار مصادر التمويل. هذا هو يعني مصادر التمويل، احنا قاعدين توا معناتها جاء الجانب الصيني باش يشوف المشروع يعمل التقييم نتاعو، وبعد معناتها باش بالطبيعه باش يتم انجازه على مراحل، مشروع كبير برشا، مشروع ضخم برشا، وان شاء الله معناتها على مراحل، والمهم نبداو فيه. الجانب الصيني هو موجود لهنا باش يقوم بالتقييم، باش يقوم بالدراسه، ومن بعد القرارات معناتها تصير بعد ما يصير التقييم وتصير دراسه الجدوى من المشروع هذا. قمنا بعديد طلبات العروض يعني بالنسبه لدراسه الجدوى الاقتصاديه نتاع المشروع والجدوى الاقتصاديه والماليه والدراسه الدراسه مائيه، دراسه معناتها البيئيه، ودراسه مروريه، ان شاء الله هذوما الكل باش نقوموا بهم الدراسات هذوما معناتها باش يتم تغيير صبغه المشروع من ارض فلاحيه الى ارض سكنيه. تم احداث معناتها توا بصدد احداث هذه الشركه، ان شاء الله من هنا لاخر الشهر تكون الشركه محدثة يعني في الايتاب الاخرانيه نتاع احداث الشركه.